بس كان في حاجه لاحظناها كلنا واحنا بنتفرج، احنا رحنا في رمضان يعني، كل الناس اللي كانت موجوده بتسال هي ليه الجثث الصغيره كده، رغم ان الاساطير او بيتقال ان هم كانوا اعرض واطول وكده، فده اكيد عشان يعني معرفش عشان بقى لنا الاف السنين. لا ده اكبر دليل ان المصريين القدماء طولهم الحقيقي وقريب لطولنا. يعني المومياوات ولا عشان هي انكمشت الجثث، يعني لو انكمشت مش هتنكمش اكتر مش من 5 سنتي 7 سنتي، انما مثلا لو ملك طوله 180 سنتي هينكمش يبقى 175 170. فده الطول المنطقي للمصريين القدماء، مفيش حاجه اسمها 3 متر و4 متر والخزعبلات اللي احنا بنسمعها. طب ودي جت منين؟ جت مثلا من قراءه البعض للجداريات المختلفه او الرسومات الموجوده على جدران معابد كتير، في بعضها بنلاقي ان في لا في اطوال بسم الله ما شاء الله، بنشوف حاجات عجيبه. المصريين القدماء كان عندهم ايمان شديد بقوه الجسد، ان الجسد ده لازم يبقى في ابهى صوره واكمل صوره. فبالتالي الملك المصري القديم لازم يظهر بعضلات مفتوله، لازم يظهر بحجم ضخم جدا. كان هو كمان من الوجاهه الاجتماعيه، لما بيظهر بجنب الوزير او جنب الامراء لازم يبقى هو الاكبر في الحجم. صاحب المقبره لازم يبقى هو اكبر من بقيه الناس اللي في المنظر. فده اوحى للناس ان هو حجمه مثلا 3 او 4 متر في الحقيقه، وده مش حقيقي بالظبط. دي يعني دي وجهه رمزيه مش حقيقيه. لا وكانوا كلهم رياضيين تقريبا، ما شفناش يعني شخص فرعوني جسمه مش متناسق بكرش مثلا. بالظبط. يعني هم كانوا بيتعمدوا اكيد يبقى دي الصوره اللي هم عايزين الاجيال والاجيال اللي بعد كده. حتى لو هو عنده كرش ما يحبش يظهر قدام الناس ان هو ليه ده كرش فرعوني يعني برضه حاجه يعني متغذي متربي على العز. بس كان عندهم حرص ان الملوك يربوا اولادهم على التنشئه الخاصه بالتربيه الرياضيه والتربيه البدنيه. يمكن عندنا اشهر نموذج الملك امنحوتب الثاني، كان دايما بيظهر وبيتفاخر ان هو اصطاد 10 اسود و30 غزاله وضرب القوس والسهم بتاعه على مسافة 10 متر. طبعا كلام فيه مبالغة، بس قد ايه هو كان فخور بحاجة زي بس كده. الحاجة الأكيدة إن احنا فعلا يعني بتكلم على قدماء المصريين كانوا فعلا سباقين في مسألة الرياضة، والكلام ده بدليل المناظر المختلفة الموجودة على الجدران. دي حقيقة، يعني الأولمبياد اللي احنا بنتفاخر بيها، اليونان فخورة بيها، ابتدت قرن الخامس السادس قبل الميلاد. احنا ابتدينا مثلا قرن 18 قبل الميلاد زي ما حضراتكم بتقولوا، يعني احنا سبقناهم بكتير. طب ليه مرجعية الأولمبياد لليونان مش لينا؟ هما كانوا منظمين الأولمبياد. أول بالظبط، احنا كنا بنمارس الرياضة كنوع من الرياضة اليومية، مفيش الكومبيتيشن، مفيش المنافسة. الدليل يمكن عندنا معلومة غريبة يمكن أنا أقولها لحضراتكم أول مرة، إن الملك بسماتك الأول من ملوك الأسرة 26 كان على علاقة وطيدة ببلاد اليونان. طبعا كانت الأولمبياد مشهورة جامد في الوقت ده، فطلبوا منه ان هو يبعت رياضيين مصريين يلعبوا او يشاركوا في الاولمبياد. اول بعثه، ولكنه خاف ورفض لان ما عندوش رياضيين عندهم فكره المنافسه، وخاف من ركوب البحر لان المصريين ما كانوش زي الاغريق شطار قوي في ركوب البحر، فخاف على الرياضيين بتوعه ان هم ممكن يغامروا في حاجه زي كده. فاحنا من يومنا واحنا حريصين شويه بنخاف على بعض. بالظبط.